رسميا الحكومة الشرعية تتقدم بطلب استبعاد الإمارات من التحالف العربي، فلنشاهد التفاصيل. رفعت قيادات الحكومة اليمنية رسالة عاجلة إلى الرئيس هادي تطلب منه بإنهاء دور الإمارات العربية المتحدة من التحالف العربي الداعم للشرعية اليمنية عقب انحراف مسارها عن الأهداف الأساسية الذي أنشأ من أجلها التحالف. وحسب الرسالة الموجهة من قيادات الحكومة اليمنية إلى الرئيس عبد الرب منصور هادي، تطالبه بإنهاء دور الإمارات في التحالف العربي واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية البلد. والرسالة التي وجهها وزراء الحكومة من المقرر أن يسلمها رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك إلى الرئيس عبد الرب منصور هادي خلال اجتماع مقرر عقده غدا مجلس الوزراء توصيات. فخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي حفظه الله رئيس الجمهورية تحية طيبة، وبعد استشعارا بالمسؤولية الملقاة على مجلسنا وبناء على مناقشات المجلس في اجتماعه الأخير المنعقد يوم الاثنين الموافق 22 من يونيو من العام 2020، ونظرا إلى ما آلت إليه الأوضاع المأساوية منذ انقلاب ميليشيا الحوثيين على الدولة والشرعية الدستورية والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، ونظرا لاستمرار ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي في تمرده المسلح على الدولة وإقدامه على إعلان ما أسماه الإدارة الذاتية للجنوب وزعزعة الأمن والاستقرار بما في ذلك سيطرته مؤخرا على محافظة أرخبيل سقطرى بقوة السلاح ورفضه تنفيذ اتفاق الرياض، نرفع لفخامتكم التوصيات التالية: أولا، الدعوة لانعقاد مجلس الدفاع الوطني واعتباره منعقدا بصفة مستمرة وفقا لأحكام القانون رقم 62 للعام 1991 المادة الرابعة، ليتولى مهامه القانونية برئاسة فخامتكم والنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية اليمنية وسلامتها وفقا للدستور مادة 38. ثانيا، تكليف مجلس الدفاع الوطني أو من ترونه بالرفع لفخامتكم بالتوصيات المناسبة من أجل إعادة تقييم العلاقة مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بما في ذلك الخيارات والإجراءات القانونية العملية لإعفاء دولة الإمارات العربية المتحدة من المشاركة في التحالف العربي. ثالثا، عزل وإحالة كل المتسببين في التمرد الأخير في محافظة سقطرى للتحقيق والمحاكمة وفقا للقانون. رابعا، توجيه وزارة الخارجية بالعمل على إدراك قادة التمرد في العاصمة المؤقتة عدن وغيرها من المحافظات وداعميهم في قائمة العقوبات وحظر السفر وتجميد الأصول وحظر التسليح لمشاركتهم في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن بموجب قرارات مجلس الأمن رقم 21403 من العام 2014، 2116 من العام 2015 و 2511-2012، وتقبلوا خالص التحية والتقدير رئيس وأعضاء مجلس الوزراء 24 يونيو من العام 2020، صورة مع التحية لسيادة نائب رئيس الجمهورية.